أهلا بكم. في اليوم 55 من الغزو الروسي لأوكرانيا ومع إحكام موسكو سيطرتها على بعض المدن الجنوبية في أوكرانيا، أعلنت كييف بدء القوات الروسية هجومها في إقليم دونباس والذي كانت موسكو تعد له منذ فترة طويلة، وإلى الشمال على حدود دونباس. ذكرت الأركان الأوكرانية أن الجيش الروسي يحاصر مدينة خاركيف ويقصفها بالمدفعية، وإلى ميليتوبول والتي باتت تحت سيطرة القوات الروسية، حيث عينت موسكو سياسيا محليا مواليا للكرملين الروسي رئيسا للبلدية فيها. وفي مدينة ماريوبول ذكرت أوكرانيا أن المعارك لا تزال مستمرة وأن القوات الروسية تحاول اقتحام ميناء المدينة البحري. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.